بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الفرقة الثالثة، معكم سيد حمدي مدرس مساعد بالكلية. إن شاء الله هنستكمل النهاردة السكاشن الإلكترونية لمادة نظم معلومات الأعمال، وهناخد النهاردة السكشن رقم 4 اللي هو بيتكلم عن الفصل الرابع. السكشن الإلكتروني 4 بيتكلم عن الفصل الرابع في الجزء المحاسبي، بيتكلم عن النظم الفرعية لنظام المعلومات المحاسبية. النظم الفرعية لنظام المعلومات المحاسبية. طيب، اللي هنتناوله في هذا الفصل هو هنتكلم عن نظامين من النظم الفرعية لنظام المعلومات المحاسبية. طبعا نظام المعلومات المحاسبية ده بيتكون من نظم فرعية، زي على سبيل المثال المبيعات وحسابات العملاء، زي نظام المشتريات، زي نظام المخزون السلعي، زي نظام الحسابات المالية. فاحنا النهارده هناخد مثالين من النظم دي اللي هي بتندرج تحت نظام المعلومات المحاسبي، اللي هو النظام الاول نظام المبيعات وحسابات العملاء، وبعد كده هنتكلم عن النظام الاخير او التاني اللي هو نظام الحسابات الماليه. طبعا اللي هنتناوله في كل نظام ايه هو اهداف النظام، يعني ايه اهداف نظام المبيعات على سبيل المثال، ايه المدخلات بتاعته، اي نظام بيبقى له مدخلات، ايه المخرجات بتاعت النظام ده. طبعا هناخد الكلام ده في صورة أسئلة صح وخطأ. طيب لما نيجي نمسك النظام الأول الفرعي لنظام المعلومات المحاسبي اللي هو اللي هنتكلم عنه النهارده، اللي هو نظام المبيعات وحسابات الإيه؟ العملاء. نظام المبيعات وحسابات العملاء. طيب عايزين نتكلم عن أهداف النظام ده، أهداف النظام، وبعد كده نتكلم عن المدخلات بتاعت نظام المبيعات وحسابات العملاء، ثم المخرجات إيه بتاعته. الكلام ده هنتعرف عليه برضو من الإيه الأسئلة. طيب طالما إحنا بنتكلم عن المبيعات أو نظام المبيعات وحسابات العملاء، فالسؤال الأول بيقول لي إيه؟ بيقول تعتبر إيرادات المبيعات. إيرادات المبيعات هي مصدر الإيراد الرئيسي للمنشآت الهادفة للربح. طبعا كلام صح، يعني أي منشأة هدفها إنها تحقق أرباح أكيد مصدر الإيراد بتاعها الرئيسي هيجي منين؟ هيجي من المبيعات بتاعتها، سواء كانت المبيعات دي تمت نقدًا أو تمت بالأجل أو عن طريق بطاقات إلكترونية، وسواء كانت المبيعات دي عبارة عن سلع المنشأة بتنتجها وتبيعها أو بتشتريها جاهزة وتبيعها، أو خدمات المنشأة بتقدمها للغير. فمبيعاتها النقدية أو الآجلة التي هي في صورة سلع أو في صورة خدمات دي مصدر الإيراد الرئيسي لأي منشأة هادفة للربح، فطبعا العبارة إيه صحيحة. طيب نيجي بقى، إحنا قلنا طبعا أول نظام هنتكلم عليه اللي هو نظام المبيعات، فإحنا عايزين نعرف إيه الأهداف بتاعته وإيه المدخلات والإيه والمخرجات. طيب فالسؤال رقم 2 بيقول لي يهدف نظام المبيعات وحسابات العملاء للتعرف على حركة المبيعات من سلع أو خدمات وإعداد تقارير تفصيلية عنها من زوايا مختلفة. طبعا العبارة دي صحيحة، ده من ضمن أهداف نظام المبيعات إنه أعرف حركة المبيعات بتاعتي، يعني المبيعات اللي احنا بعناها قد إيه من السلع والخدمات اللي أنا بنتجها، وأعمل تقارير تفصيلية عن المبيعات دي. التقارير دي هتعرفني من زوايا مختلفة المبيعات بتاعتي، يعني من زوايا مختلفة يعني أعرف مثلا المبيعات بتاعتي من كل السلع او من كل صنف من اصناف السلع. مثلا لو انا ببيع كذا نوع يبقى مبيعاتي من السلع الاولى، مبيعاتي من السلع رقم 2، يبقى دي زاويه ان انا اصنف المبيعات حسب الايه، حسب السلع بتاعتي، او اصنفها لشهور السنه، يعني مبيعاتي طب في شهر 1 كانت كام، شهر 2، شهر 3. طب مبيعاتي عشان اعرف برضو مين اكتر من العملاء بيشتري او بيتعامل معايا، يبقى مبيعات اللي بعتها للعميل الف للعميل ب. فاذا انا بتعرف في التقارير دي على حركه المبيعات بتاعتي بس من زوايا ايه مختلفه. يبقى اذا من ضمن اهداف النظام بتاع المبيعات وحسابات العملاء دي انه يديني صوره عن حركه المبيعات بتاعتي، سواء كانت في صوره سلع او خدمات، سواء كانت مبوبه حسب السلع او الاصناف اللي انا بتعامل فيها، او حسب العملاء اللي انا بتعامل معاهم، او حسب الشهور بتاعت السنه. فهي بتديني تقارير عن المبيعات في صور ايه، في من زوايا مختلفه. فده من ضمن الاهداف طبعا. يبقى الاجابه دي صحيح، العباره دي صحيحه. طيب السؤال رقم 3 بيقول هنا يهدف نظام المبيعات وحسابات العملاء إلى التعرف على أرصدة النقدية وأرصدة حسابات العملاء في المنشأة، وذلك عقب كل حركة تعامل تتم مع العميل
يبقى انا اي عمليه بيع انا بعملها دي بتسمى عندي حركه، تمام؟ فاذا انا عايز اعرف بعد كل حركه اثرت قد ايه على النقديه، اثرت قد ايه على حساب الايه. مثلا لو انا هبيعها نقدي، طب لو هبيع على بالاجل يبقى حساب العملاء ايه اللي حصل فيه؟ يبقى هنا سواء كانت حركه البيع اجل او سداد نقدي، او حتى لو عمليه رد للبضاعه سبق شرائها من قبل، فاذا انا برضو الرد ده اكيد بينقص لي من قيمه الايه المبيعات بتاعتي. فانا اقدر اعرف الحركه اللي بتتم على المبيعات بعد كل عمليه، سواء بعت نقدي بعت اجل، سواء عمليه رد البضاعه اتباعت او بضاعه انا اشتريتها، بجانب اعداد مجموعه من التقارير التحليليه التي تحتاجها اداره المنشاه في مزاوله ايه في مزاوله نشاطها. فالعباره برضو هنا ايه صحيحه. يبقى دي من ضمن اهداف النظام. يبقى نظام المبيعات ده بيهدف ليه؟ عايز اعرف حركه المبيعات ويديني تقارير تفصيليه عنها من زاويه مختلفه، عايز اعرف رصيد النقديه ورصيد العملاء في المنشاه بعد كل حركه بتتم سواء مع العميل، سواء كانت الحركه دي عباره عن بيع اجل او بيع نقدي او سداد، يعني هو بيسدد كان يعني شاري بالاجل وبيسدد. فاذا السداد ده تاثيره ايه على حساب العميل، ايه تاثيره على رصيد النقديه، او ان انا برد بضاعه بيترد لي بضاعه سبق ان العميل ايه اشتراها، عمليه رد البضاعه سبق شرائها، فاذا انا برضو ايه دي هتاثر لي على المبيعات بتاعتي. فعايز اعرف الحركه او التاثير على رصيد العميل ايه وعلى رصيد النقديه عندي بعد كل حركه، سواء كانت الحركه دي اتفقنا بيع اجل او سداد هيسدد او عمليه رد البضاعه هو اشتراها من قبل كده، تمام؟ فالعباره دي برضو ايه صحيحه. يبقى دي كلها من اهداف نظام الايه المبيعات. يبقى من اهداف نظام المبيعات وحسابات الايه العملاء. طيب احنا قلنا احنا مش هنتعرف على الاهداف بس، احنا عايزين نتعرف على مدخلات النظام نفسه برضو وعلى مخرجات نظام الايه المبيعات. طب ما هي مدخلات نظام المبيعات وحسابات العملاء؟ ايه المدخلات اللي بيعتمد عليها النظام ده؟ احنا كل نظام له مدخلات. طيب هو انا عشان اسجل الحركه اللي بتتم في عمليه البيع سواء كانت بيع اجل او بيع نقدي، الحركه دي هتاثر في مين؟ هتاثر لي في المبيعات، تمام؟ هتسمع في المبيعات، هتسمع في مين؟ في المبيعات دي، هل هي بيع اجل ولا بيع نقدي؟ ممكن تسمع بعد كده لو المبيعات دي ترد منها حاجه في عمليه التحصيل نفسها لو البيع نقدي، تمام؟ فاذا المدخلات بتاعتها هتبقى عباره عن ايه؟ اول حاجه هيبقى عندي من ضمن المدخلات نموذج البيانات الاساسيه للعملاء، بيانات العملاء نفسهم. يبقى عندي نموذج للبيانات الاساسيه للعملاء، ايضا نموذج لاصناف المخزون السلعي لو انا بتعامل مع على كذا صنف، ونموذج للبيانات الاساسيه لرجال البيع، ايضا نموذج فواتير البيع الاجل والبيع النقدي، ونموذج بيستخدمه في حاله رد الايه البضاعه، نموذج اشعارات رد البضاعه. طيب ولو انا هحصل يبقى في عمليه تحصيل نقدي، فاذا في نموذج ايضا لاشعارات التحصيل النقدي، يبقى في نموذج لاشعارات رد البضاعه ونموذج لاشعارات الايه التحصيل النقدي. كل دي من ضمن الايه المدخلات، كل النماذج دي تعتبر مدخلات لنظام المبيعات وحسابات الايه العملاء. فالسؤال رقم 4 بيقول لي نموذج البيانات الاساسيه للعملاء، ده احد المدخلات طبعا احد مدخلات نظام المبيعات، العباره ايه صحيحه. طيب رقم 5 بيقول هنا ان نموذج البيانات الاساسيه لاصناف المخزون السلعي احد مدخلات نظام المبيعات وحسابات العملاء، برضو العباره ايه صحيحه. طيب نموذج اشعارات رد البضاعه احد مدخلات النظام، طبعا برضو عباره صحيحه، ده من ضمن المدخلات. السؤال رقم 7 نموذج اشعارات التحصيل النقدي، ده احد مخرجات النظام، طبعا غلط، ده مش من ضمن المخرجات، ده يعتبر من ضمن الايه مدخلات نظام المبيعات وحسابات العملاء. فالعباره هنا خطا. ليه؟ لان ده مش مخرجات، يعني لو احنا عملنا تصحيح للعباره دي هنقول ان ده احد المدخلات وليس المخرجات. السؤال رقم 7 نموذج اشعارات التحصيل النقدي ليس احد المخرجات ولكن احد احد المدخلات، تمام؟ فالعباره هنا ايه خطا. طيب كده احنا اتعرفنا على مدخلات النظام. طب عايزين نعرف ايه بقى مخرجات النظام، يعني نظام المبيعات ده ايه المخرجات بتاعته، ايه اللي انا هاخده منه؟ احنا قلنا النظام ده بيعرفني على حركة المبيعات، فإذا المخرجات بتاعته هتتمثل في ايه؟ تقارير عن حركة المبيعات،
ومن زوايا مختلفة. مش احنا قلنا مبوبة حسب السلع وحسب شهور السنة وحسب العملاء؟ كل دي من ضمن الايه؟ من ضمن التقارير. ايضا تقرير لو انا في مبيعات اتردد، فاذا في تقرير خاص بمردودات المبيعات. طيب لما اجي احصل يبقى تقرير بالمتحصلات النقدية. ايضا تقرير برصيد العميل نفسه، رصيد العملاء لازم يبقى فيه تقرير بيها. ثم في الاخر ايضا لازم يبقى عندي دفتر استاذ مساعد العملاء اللي بتعرف منه على ايه؟ على الارصدة ايضا بتاعت العملاء. تمام. يبقى اذا مخرجات نظام المبيعات وحسابات العملاء بيتمثل في دفتر استاذ مساعد العملاء، وتقارير بتتمثل في تقرير أرصدة العملاء، تقرير حركة المبيعات مبوب حسب السلع، تقرير حركة المبيعات حسب شهور السنة، تقرير حركة المبيعات حسب العملاء، تقرير لمردودات المبيعات، تقرير المتحصلات النقدية. كل أنواع التقارير والدفاتر دي تعتبر مخرجات لنظام المبيعات. وبشكل عام يعني لما أقول لي تقرير تعرف إن إيه تقرير، يبقى ده من ضمن المخرجات، لأن أي نظام هدفه في النهاية إنه يديني تقارير. فإذا التقارير دي تعتبر كلها إيه؟ مخرجات. أو دفاتر، دفتر زي دفتر أستاذ مساعد العملاء، دي من ضمن مخرجات نظام المبيعات وحسابات العملاء. فالسؤال رقم 8 بيقول لي يعد دفتر أستاذ مساعد العملاء أحد مخرجات نظام المبيعات، صح. رقم 9 بيقول لي يعد تقرير أرصدة العملاء، يبقى تقرير أو تقرير بأرصدة العملاء أحد المخرجات، صح. طب تقرير مردودات المبيعات هل ده من المدخلات؟ نقول ما دام تقرير، التقرير ده من ضمن اهداف مين؟ من ضمن اهداف النظام، من ضمن مخرجات النظام، او من ضمن الاهداف ان يديني تقرير سواء بقى عن المبيعات سواء عن مردودات المبيعات. فاذا التقارير دي تعتبر مخرج، يعني هيحققه في النهايه. فاذا ده ليس احد المدخلات، فهنا العباره ايه؟ خاطئه. التقرير ده يعتبر ايه؟ احد مخرجات الايه؟ النظام. يبقى هنا ده ليس مدخلات ولكن ايه؟ مخرجات. فرقم 10 هتبقى العبارة ايه؟ خطأ. طيب كده احنا خدنا كده ايه؟ أول نظام عندنا اللي هو نظام المبيعات وحسابات العملاء، تعرفنا على الهدف منه، ايه هي المدخلات بتاعته؟ ايه المخرجات بتاعته؟ طيب النظام بقى التاني اللي عندنا في السكشن النهارده، اللي هناخده في السكشن النهارده، هو نظام الحسابات الايه؟ المالية. نفس الكلام، ايه الهدف؟ ايه المدخلات؟ ايه المخرجات؟ طيب نظام الحسابات المالية ده واحد من أكثر التطبيقات شيوعا في المنظمات الهادفة لإيه؟ للربح. ليه؟ أي منظمة هدفها إنها تحقق ربح لازم عندها سيستم للحسابات المالية، ولا تعرف الأرباح بتاعتها وتعرف المبيعات بتاعتها إزاي وتعرف التكاليف والمصروف بتاعتها إزاي. ده نظام أساسي لازم يبقى موجود في أي منشأة هادفة لإيه؟ للربح. ليه؟ لأنه بيوفر معلومات عن حركة المعاملات اليومية وأرصدة الحسابات المالية بعد كل حركة، وبيديني قوائم وتقارير مالية في نهاية كل فترة. فإذا ده أساسي في المنظمات أو المنشآت الهادفة للربح. فرقم 11 طبعا ده العبارة هنا إيه؟ صحيحة. طيب إيه الأهداف بتاعته؟ الأهداف بتاعته إنه يديني زي ما إحنا اتفقنا حركة العمليات اليومية اللي بتتم في المنشأة مسجلة في صورة إيه؟ هي العمليات اليومية دي بتسجل عن طريق القيود بتاعت اليومية وحسابات الأستاذ. ويديني أيضا تقارير بقى بعد في نهاية كل فترة مالية، تقارير بتشمل ميزان المراجعة سواء بالأرصدة أو المجاميع، يديني نتيجة أعمال المنشأة عن الفترة اللي هي في صورة حساب أرباح أو خسائر أو قيمة دخل، والمركز المالي في نهاية أو عند نهاية الفترة اللي بتبين لي الأصول وحقوق الملكية والالتزامات الخاصة بالإيه؟ بالمنشأة. يبقى إذا أهداف النظام ده إيه؟ يديني قيود يومية وحسابات أستاذ، يديني موازين مراجعة ونتيجة أعمال ومركز مالي، اللي هي تعتبر برضه مخرجات. ما هي الأهداف هي تعتبر إيه؟ هي المخرجات. هو بيهدف ليه؟ يديني تقارير خاصة بالتقارير المالية، ويديني ميزان المراجعة ونتيجة الأعمال المركز المالي والقيود وحسابات الأستاذ. فإذا بيقول لي يهدف النظام لتوفير معلومات عن حركة العمليات اليومية في صور قيود يومية وحسابات أستاذ، صح. رقم 13 بيقول يهدف نظام الحسابات المالية لتوفير معلومات عن موازين المراجعة بالأرصدة والمجاميع ونتيجة أعمال المنشأة مركزا المالي، طبعا العبارة إيه؟ صحيحة. طيب ما هي بقى مدخلات نظام الحسابات المالية؟ وما هي مخرجاته؟ المدخلات بتاعته بتتمثل في نماذج دليل حسابات المنشأة نفسه، لكل مستوى من مستويات دليل الحسابات نموذج. يبقى هنا من ضمن المدخلات نموذج لكل مستوى من مستويات الدليل، نموذج دليل شجري للحسابات. طيب ثم نموذج أيضا للقيود اليومية. النماذج دي تعتبر المدخلات بتاعت نظام الحسابات المالية. فلو جينا للسؤال رقم 14 بيقول لي نموذج قيود اليومية أحد مدخلات نظام الحسابات المالية، طبعا العبارة إيه؟ صحيحة. طيب اما المخرجات بتاعت نظام الحسابات الماليه بتتمثل في
بتتمثل مخرجات النظام زي ما احنا قلنا في الاهداف، هو بيهدف ليه؟ انه يديني قيود يوميه وحسابات استاذ، ويديني ميزان مراجعه والقوائم الماليه. فاذا المخرجات بتاعته دفتر اليوميه، دفتر الاستاذ، ميزان المراجعه بالمجاميع او الارصده، قائمه الدخل، وقائمه المركز المالي. فالسؤال رقم 15 بيقول لي هنا قائمه المركز المالي احد مدخلات نظام الحسابات. طبعا العباره هنا خاطئه، هو احد مخرجات وليست مدخلات، احد مخرجات نظام الحسابات الماليه. وبكده نكون انتهينا من الفصل الرابع، ويعني انتهينا من السكاشن بتاعه الجزء المحاسبي ده، اخر سكشن ان شاء الله. وبالتوفيق طبعا ان شاء الله في الامتحان، ربنا يوفقكم في امتحان سواء الماده دي او كل الامتحانات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.